السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد مطبخ فردوس. اليوم غادي نشارك معكم لينيم او لا لي سيجار اللي كيجيو بنان بزاف بحال اللي كيتباعو في المحلات الكبرى وبمكونات بسيطه واقتصاديه، ويمكن اي واحد يوجدهم. غتشوفوا معايا الحشوه وانتم غادي تحكموا ليها. كيجيو بنان وكتشوفوا اللون ديالهم ذهبي، كيجيو رائعين جدا. وما تنساوش تبعوا الفيديو حتى الاخير. وقبل ما نبداو الفيديو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دوزو المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، انا عندي ثلاثه ديال المربعات ديال الشعريه الصينيه ولا شعريه الاروز اللي درت انا هنايا. خديت هاد الباكيه كيكونوا فيها اربعه، خديت منها ثلاثه. يمكن لكم ديروهم كاملين الا بغيتو تكون كميه زايده. عندي واحد العلبه ديال الشامبينيو الا كان طري احسن. وهنا عندي 500 غرام ديال القمرون ولا الكروفيت اللي عندي هنايا معلب ولا مجمده اللي كتباع في مرجان، كتبقى مرخص. بالنسبه للعطريه، عندي شويه التحميره، واحد نص حامضه، واحد معلقه صغيره ديال العطريه ديال البسطيله ديال الحوت، ابزار، شويه ديال الثومه غبره والخرقوم. وعندي جوج دروس ديال الثومه محكوكين، وعندي صلصه الصويا اولا نيوكمان ماشي الصويا عفوا. وعندي الزبده. كناخذ الماء كنديرو على داك اول حاجه على داك الشاريه الصينيه ولا شاريه الارز، كنخليها ترطب. كناخذ مقله كندير فيها الزبده، كندير فيها واحد طريف ديال الزبده، كنخليها تذوب. اول حاجه كنشحر داك الكروفيت اللي عندي، كنشحرو في ديك الزبده غير شويه. الا كان عندكم كروفيت اللي هو طري احسن حاجه. بالنسبه لي انا خديت هذا المعلب، هكا كيتقامو ارخص، ولكن ماشي ما كننصحكمش تاخذوه، لانه هو فاش كتخليوه يذوب وفاش كطيبوه غير كتقيسوا العافيه كيتجمع بزاف، كيبقى فيه غير شويه. ولكن المهم هو المذاق ماشي مشكل. صافي، هنايا غادي نشحر هذا الكروفيت مع شويه ديال الملحه شويه ديال الابزار، وغندي وغنجيبو في المقله غير واحد جوج دقائق، وما كيحتاجش طياب بزاف كما كتشوفوا معايا. صافي، وغناخد مقله واحده اخرى اللي كتكون شويه كبيره، غادي نحطها حدايا اي حاجه شحرتها كنقلبها في ديك المقله الكبيره. هنايا شحرت الكروفيت، غادي نحيدها دابا، غادي نديرها في المقله اللي حدايا، وغنحاول نخلي ديك الزبده في المقله، ما غاديش نحيدها كامله. وفي نفس المقله غادي نزيد واحد شويه ديال الزبده، وغادي ندير كذلك داك الفطر المعلب حتى هو غادي نشحرو في ديك الزبده. غير كنديه ونجيبو في المقله، ما كنطيبوهش بزاف لان مازال غادي نطيبو الحشوه ديالنا. وحتى هو غادي نحيدو وغادي نخويه فوق داك الكروفيت اللي حيدناه في الاول، وغادي نرجع ندير الشعريه الصينيه في داك شويه ديال الزبده اللي بقات عندي باش تنكه ليا بالنكهه ديال الزبده والنكهه ديال الحوت اللي شحرنا في ديك المقله. غير غندي ونجيبها حتى هي غادي نحيدها. انا غادي نخلطها شويه باش تنكه ليا بداك المذاق اللي كيكون في داك الزبده اللي طلق لينا الحوت. صافي، هنايا غادي نخلص هاد الزبده مع الشعريه. صافي، وغادي نحيدها حتى هي، غادي نخويها في مقله اللي فيها المكونات الاخرين كما شفتوا معايا هنايا، راني خويتها في هاد المقله. كنديروا شي حاجه اللي كتكون شويه كبيره باش نلقاو فين نخلطو. صافي، هنايا غادي نزيد العطريه اللي قلت لكم كامله، شويه ديال التحميره، شويه ديال السكنجبير، خرقوم، قزبر يابس، ثومه غبره، جوج دروس ديال الثومه، واحد نص حامضه مصيره، ومعلقه صغيره ديال العطريه ديال البسطيله الا كانت متوفره، ما كانتش راه كتستغناو عليها. صافي، هنايا غادي نقطع داك الطريفات ديال الحامض يكون مصير. صافي، وغادي نخلط هادشي كامل تينسجم. كندير هنايا معلقه ديال صلصه الصويا اولا نيوكمان اللي كتكون خاصه ديال الحوت، كتجي مع الحوت في الشربات في حشوه درتوها، كتجي هاد الصلصه والثمن ديالها مناسب ماشي غاليه. صافي، هنايا زدت واحد المعلقه ديال الزبده، غادي نشحر بها هاد الحشوه تتنسجم ليا مع داك العطريه اللي زدت كامله.
تدخل ليا في ديك الشعريه الصينيه وتنسم، وكيجي فيها واحد اللون زوين بزاف والمذاق رائع. صافي هنايا غادي نزيد الحار اللي كيبقى اختياري، يعني ما تقدرش المقادير ولكن راه اختياري للجميع، كاين اللي ما كيبغيش. انا كيعجبني الحار خصوصا مع الحشوه اللي كتكون فيها الحوت. صافي هنايا كما كتشوفوا اللون ديالها كتشهي بصراحه. صافي هنايا راه طابت الحشوه عندي، ما كنطيبوهاش بزاف لان الشعريه الصينيه باش ما كطيبوها في المقله باش ما كتقصح الضوء معاه البال. صافي هنايا انا طابت عندي الحشوه، غير غادي نطفي عليها وغادي نخليها تدفى. صافي هنايا انا غادي نطفي عليها البوطه، ما غاديش نطيبها اكثر من هكا باش ما تقصحش ليا، وغادي نخليها تتبرد. ما تعمروش بها الورقه ديالكم وهي سخونه، لان الا عمرتو بها وهي سخونه غادي تقطع لكم الورقه، ما غاديش تبقى الورقه كما هي. صافي انا هنايا، خديت الورقه ديال الفيلو، ولكن ما كنصحكمش تاخدوها، خايبه بالنسبه لهاد الماركه اللي خديت انا صراحة. كتقطع ولقيتها كلها قاصحه من الجناب، كلها لاصقه على بعضياتها، فرقتها غير بالزز. بالنسبه ليا هاد الورقه هذه بلا ما تاخدوها، خصوصا الا ما لقيتوش شي ماركه اخرى. انا وريت لكم الباكيه باش تردوا البال معاها، هنلويها في واحد الزيت مش ما تقصحش ليا اكثر من هي قاصحه. صافي كناخد ديك الوريقه الاولى اللي خديت، كنتنيها على جوج كما شفتوا معايا، من بعد كنقسمها في الوسط، كناخد واحد المقص كنقسمها في الوسط. هنا الا لقيتوا الورقه العاديه ديالنا ديال البخار استعملوها، انا ما كانش عندي الوقت باش نمشي نجيبها، خديت هذه استعملتها. صافي عندي شويه ديال الزبده اللي كندهن بها، تبقى لكم اختياريه، ممكن لكم ما ديروهاش. صافي كناخد ديك الحشوه كنديرها في القنت ديال الورقه، وكنتني الورقه من الجناب، من بعد كنروليها بسهوله، كترولها ماشي كاينه شي صعوبه هنايا. صافي شويه ديال الدقيق اللي خلطته مع الماء كنلصق به من الجناب بهذه الطريقه هذه. صافي وكنحطهم. غنعاود معكم واحده اخرى، كتاخذوا الورقه كتنيوها على جوج لانها مقطعه كما قلت لكم راها خايبه، ولكن سيس مع تساليتها. صافي كنعمر الحشوه من الجنب، صافي وكنطوي وكنرولي، من بعد كنلصق بالدقيق والماء بهذه الطريقه هذه، وكنخليهم على جنب. صافي هنايا ملي كملتهم درت الزيت كتسخن فوق البوطه، يمكن لكم تدخلوهم الفران، انا كيعجبوني مقليين الصراحه واخا هما ماشي صحيين، يمكن لكم تدهنهم بالزبده وتدخلوهم الفران. انا هنايا كنقليهم لانهم كياخذوا واحد اللون زوين، داك التحميره اللي درنا في الحشوه كتطلق واحد اللون زوين في السيجار بحال هكا. صافي غادي نقليهم، غادي نخليهم حتى يتحمروا في الجهه الاولى، غادي نقلبهم الجهه الثانيه هاد الطريقه هذه باش يتحمروا وياخذ واحد اللون ذهبي كما شفتوا معايا، اللوين ديالهم غزال بزاف. صافي وغادي نحيدهم، غادي نديرهم في واحد ورق النشاف باش يحيد لهم داك الزيت. كدير ورق النشاف، من بعد كتنشفوه مزيان بورق النشاف باش يحيد لكم داك الزيت. ايوا نتوما اللي ما بغيتوش تقليوهم راه كتديرهم في الفران، انا الصراحه كيعجبوني مقليين. صافي هنايا غادي نحيدهم وغادي ندير وحدين اخرين يتقلاو، وان شاء الله تشوفوهم في طبق التقديم. كيجيو بحال هكا كما شفتوا، اللون ديالهم رائع رائع جدا. انا كندير لهم المونتاج وكنتشاهم، كيجيو زوينين بزاف، المذاق ديالهم رائع واخا ما فيهمش بزاف ديال الحوت، هما اقتصاديين وكميه كبيره. هنا غادي نقطع لكم وحده، كيجيو مقرمشين من الفوق كما شفتوا الشكل ديالهم من الداخل، الحشوه بنينه بزاف. ونتمنى فعلا الفيديو الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش من اللايك والبارتاج للفيديو، واللي كيشوف القناه لاول مره ما تنساش تشترك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من عندي. يلا خليتكم على خير، الفيديو القادم باذن الله.